الدراما الإذاعية 70 عاماً من العطاء هو عنوان ورشة العمل التي عقدت في قاعة مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برعاية وزارة الإعلام. الدراما الإذاعية فأنا أعتقد أنها تختلف عن بقية الفنون، بل هي تتميز عن بقية الفنون بأنها تطلق العنان للخيال، وهي تتناول أصعب القضايا سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، وتعتمد على الصوت وهو أعلى درجات الفن. حضورا فني وأسماء شكلت علامة فارقة بتاريخ الدراما الإذاعية أكدت على أهمية الورشة التي تناولت محطات مضيئة في تاريخ الدراما الإذاعية. هاي الدراما اللي نحن وأطفال وعينا عليها من أيام برنامج حكمة محسن المرحومة، اللي هو الحجر الأساس يلي وضع أول حجر في بناء الدراما السورية. بذكر نحن وأطفال نجتمع في أي بيت عنده راديو، كانت الراديوات قليلة، لنستمع للدراما تبعه اللي هي الأساس الأول. هاي أول مرة بيصير هيك شيء، وهي أكيد هالندوة هاي والورشة راح تكون فيها فائدة للممثل، للمخرج، لدائرة التمثيليات، لكل الناس اللي بتعاملوا بالدراما الإذاعية. أنا أعتقد أن تعلق المشاهد السوري بشكل خاص والعربي بشكل عام بالدراما التلفزيونية كان أصله في تعلقه بالدراما الإذاعية السورية. يمكن وبالتأكيد إذاعة دمشق من أعرق إذاعات العالم بتقديم المادية التمثيلية. تاريخيا ستجد هذه الحقيقة بجوار الإذاعات التي كانت ناطقة باللغة العربية. هذا الكرنفال أنا برأيي كثير مهم للإذاعة حتى نعرف الناس أنه الدراما الإذاعية موجودة. شلون؟ فإن شاء الله الورشة هيك نتوفق فيها. كتير إذاعة دمشق خاصة يعني كان لها حضور بالسنوات السابقة ولا تزال، وهي حدا كتير في عنده شيء نوعي، يعني تهتم بالنوع. أنا بالنسبة إلي مشاركتي جديدة بموضوع الإذاعة من خلال مسلسل خوابي الشام، فبرأيي أنه كتير ضروري نعمل شيء للكتاب، لأنه هذا النوع من الدراما بحاجة. أول شيء هو مسموع جدا ومتوفر كتير ميدانيا بين الناس، فكتير مهم أنه نحن ككتاب نفهم شروط الكتابة، شروط التوجه لهذا النوع من الفن. الدراما الإذاعية متواجدة الحمد لله من 70 سنة، وهي الأساس بالدراما السورية. يعني أي ممثل أو أي كاتب أو أي إن ما مر بمحطة الدراما الإذاعية فيعتبر تعتبر موهبته ناقصة. الدراما الإذاعية هي يعني وزارة الإعلام هي المنتج الوحيد لها الدراما هي، وهي اللي دعمتها من 70 سنة إلى الآن، ولولا وزارة الإعلام ممثلة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لانقرضت الدراما. ورشة عمل الدراما الإذاعية خطوة على طريق نجاحات الدراما السورية التي بدأت مع الإذاعة وشكلت ذاكرة صوتية وبصمة تركت أثرها على مر الزمن.